حنا كندخلوا اخيرا الشطر السادس من بعد ما سلاو الاشغال وسلاو الطريق. والله العظيم تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا القناه ديالنا. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، واليوم الفيديوهات اللي كتسناو بطريقه الصبر. بزاف ديال الناس كيتسناو الجولات في الشقق، فاليوم ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله بالجولات ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله العماره 76 هذا الموقع ديالها فين جا بارابور الشطر السادس، وعاد ديك الساعات ندخلوا نكملوا ان شاء الله نبداو الجولات ديالنا. اخيرا والله العظيم فرحت بزاف حيت هاد الفيديو هذا بزاف ديال الناس كيتسناو. المهم الشطر السابع ما عرفتش غادي نقلب وقت ولا لا باش نمشي ندير فيه شي جوله ولا لا. المهم كيما وعد الناس بزاف بالجولات، اليوم ان شاء الله هاد الفيديو هذا غيكون غير خصيصا لهاد الجولات هادو، وان شاء الله باش نخلي واحد الفرصه لاشغال الشطر السابع ان شاء الله. تبارك الله الاشغال غاديه والشطر السادس حتى هو وصافي. هادشي اللي كان المهم هذا هو الشطر السادس. هذه هي العماره 76، كتواجد هنايا في الصف الاول ديال الشطر السادس. العمارة 76 هي اول عمارة في الشطر السادس، هي هادي عندها الواجهة الامامية هنايا انفاس مع العمارة 80 81 82، هي هادي جات انفاس مع العمارة 82. عندها هاد الواجهة هادو، كاينين لي زابارتمون اللي عندهم يعني الشراج لهاد الشارع هذا اللي واقفة فيه، وكاينين بطبيعة الحال لي زابارتمون اللي عندهم اللي كيطلو الجهة الأخرى اللي كيطلو جهة الرباط. وبحكم أن هاد العمارة هادي جات هي الأولى فجات شوكة، يعني كاينين عندها لي بالكون هنايا في الجنب. احنا غادي نطلعو إن شاء الله لي زابارتمون الفوق وغادي نشوفوهم هما هادو. غادي تشوفو بعدا غير هكا الموقع شوية، كاين واحد الباركينغ هاهو باركينغ هنايا حدا العمارة، وهذه هي الواجهة ديال العمارة هي هادي. يلا بسم الله، حنا دابا كنتواجدو في العمارة 76، الشقة رقم واحد هي هادي. فيها شي حد؟ خليها ماشي مشكل، نشوفو جوج. غيسمحو لينا الناس اللي مقدرناش ندخلو لهاد الشقة هادي فيها شي حد. محليتيش هادي؟ ها خاصنا نشوفوا كل شيء. دابا كاع الناس اللي واخدين هنا في هذه العماره هادي غادي يسولوا على الطاقه ديالها. المهم هذه ما قدرناش ندخلوا ليها حيت فيها شنو فيها عيب مسورت. المهم هذه هي الشقه رقم جوج في العماره 76 هي هادي. عندها الصالون، كتدخلوا على الصالون، فيها هاد المراه هذا وللإشارة تبارك الله هاد السفليات هادو راه عاليين عاليين، عندهم لهوتوغ سو بلافون ديالهم عالية شي 3.40 متر تقريبا. هادي الكوزينة، هاهي الكوزينة ديال هاد لابارتمون هادي بالبلاكارات ديالها هي هادي. ثم هنايا طواليت حاشاكم، هادي راه مفيهاش ديك الغطاية ديال وهنايا الدوش هو هذا لا دوش راه كاين تحت. وتا هذيك ديال سميتها ديال لاكين بصح. دونك هادو واقيلا مازال ما دوزتهمش في نيتواي بصح. ايوا صافي ماشي مشكل. المهم غنحاول ما امكن ناخذو غير فكره على هاد لي زابارتمون هادي، راه حتى هادو مازال ما وصلوهمش في نيتواياج. هادي لا شومبغ الاولى اللي كيكون فيها البلاكار، شوف تبارك الله البلاكار كبير ما شاء الله. هادي لا شومبغ الاولى، هادي لا شومبغ الثانيه هي هادي. عندك هاد لابارتمون هادي كطل رباطيه، هادي كنقولوا ليها كطل على السور هو هذا تبارك الله زوينه. ولا شومبغ الثالثه كما كتعرفوا لي زابارتمون كلهم فيهم ثلاثه ديال لي شومبغ هي هادي. الشامبغ الثالثة هاهي الأولى الثانية ثم الثالثة، صافي هادشي لي كاين بالنسبة لهاد لابارتمون هادي.
غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا لابارتمون 3. لابارتمون 3 هي هادي، ها هي كندخلوا على الصالون، هو هذا فيها الصالون وفيها الكوزينه ديالها، ها هي حتى هي بالبلاكار ديالها كلشي، هو هذا. وهنايا لي شومبر كما العاده، ها هي الشومبر الاولى، هذه الثانيه وهذه الثالثه، وهذه هي اللي فيها جريده اللي قلت لكم، ها هي تبارك الله جريده زوينه، ما عرفتش واش محلوله ولا لا. علي 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 بس دابا باش نوريكم هاد الجريده هادي، شوفوا فيها هاد الدروج هادو زوين والله العظيم الا ما شاء الله، هاي راه دايره حتى لهنايا شتو. ما صور اسمحوا لي عاوتاني ما كنتش كنصور مزيان ولا كنت مزروبه، راكم عارفين هذا الدوش راه جيت في لقيت هاد الغدا، الدري صراحه تيبغيو يمشيو يتغداو فكنحاول ما امكن نزل. غادي نمشيو ان شاء الله نشوفو البارتمان 4، هي هادي ها هي البارتمان 4. علي كنت كنعيط عليك ما عندكش الساروت ديال الجرده، ما كتكونش مع هذا، تكون في ليطاج تكون في الدور مسا، كنت باغي نهبط في ديك هادي محلوله. هنايا كنتواجدو كيما قلت لكم في البارتمان رقم 4، هذا هو الصالون ديالها، جا هنايا الصالون على اليسار تبارك الله راه كاين العلو. هادي الكوزينه شتو البلاكار ديالها، كوزينه تبارك الله زوينه، هاد الكوزينه جات في شكل جات كاريه، هي هادي. وهنايا على كاين المراح، ها هو هاد الدخيله هادي، الناس بزاف كتجيهم هاد الدخيله هادي حيت كاينين لي بارط لي كاين بارطمات لي فيهم المراح كبير، وكاين بارطمات لي فيهم غير هاد الدخيله بحال هكا، وراه تبارك الله راه كبيره، واخا تشوفوها في البلان راه كبيره. هادي تواليت حاشاكم، هنايا على دوش، ها هو الدوش، وبطبيعة الحال ثلاثة ديال لي شومبر كيما العادة، يعني الشومبر الأولى الثانية ثم الثالثة. وهادي حتى هي فيها جريدة، هاد لابارتمون هادي هاهي الجريدة ديالها، راه فيها الباب ديال الحديد ناضية الصراحة زوينة، ها هي تبارك الله الدروج ديالها وكلشي ديالها. إيوا هادشي لي كاين. غادي نمشيو دابا نطلعو لبخوميييغ إيطاج. جبتي الساروت؟ هاهي الجريده، نتشنو الجريده دابا هادشي طالعلكم نتوما في الراس ياك هاهي الجريده الله إلا واعر تبارك الله. شوفوا المنظر هنايا زوين صراحة، كيطلع على الشطر السادس، كيطلع على الطريق. هاد لابارتمون هادي ما كاينش شي حد اللي غايتلف الا جا عنده شي حد ياك، غنقول ليه وقف في الطريق صافي طلع ليه. والله الا موقع زوين. وهادي هي الجريده تبارك الله زوينه، ها هي ها هي الجريده بالغازون ديالها اش كتقول هذا شبيك ماشي شبك اللي بغيت نقول لها، غير تلفت ليا السميه ها والله الا بعدا انت عتقتيني شي شويه ايوا غادي نمشيو دابا نطلعوا ان شاء الله للبروميير ايطاج ديال العماره 76، نشوفوا لي زابارتمون ديال البروميير ايطاج، غنشوفوا ان شاء الله 5 6 7 8. ودابا كنتواجدوا في البروميير ايطاج ديال العماره 76 لابارتمون رقم 5، مازال ما درتوش الارقام ديال لي زابارتمون عليه ها عرفتها 5، ولكن مازال ما درتوش الارقام ديالهم. كندخلوا على الصالون، ها هو الصالون ديالها، هو هذا تبارك الله زوين ما شاء الله. هاد لابارتمون هادي الباطيه، ها هي كتطلع على الطريق شتو، فيها هاد المراح، هذا فيها المراح كبير. وهنايا الكوزينه، هذه هي الكوزينه ديالها،
فيها الكوزينه وفيها البيونضري. ها هو لا بيونضري ديالها تبارك الله حتى هي كبيره. وهذه هي الواجهه ديالها. الحراره اليوم هذه الكوزينه. هذا هو المراحل اللي قلت لكم. وهنايا لي شومبر كما العاده الاولى. ها هي راه هذه فيها تيراس. هذه فيها تيراس. ها هو شوفوا نشوفوه. ها هو تبارك الله فيها التيراس. هذا هو هذا. وهنايا لي شومبر الاخرين. ها هو هذه لا شومبر الثانيه. وهذه الثالثه بالبلاصه ديال البلاكار ديالها. ها هو والبالكون. شوف تبارك الله البالكون كبير. الله الا كبير تبارك الله. شتو البالكون كبير تبارك الله. هذا هذا البارطمون كطل على الطريق طريق مهديه. شوفوا تبارك الله الشاطئ الخامس كي كيبان تما. راه كاينين الحوانت طبيعة الحال. غتكون الدنيا زوينه هنايا ان شاء الله ملي غادي يسكنوا الناس. وصافي هذه هي لابارتمون 5 العماره 76. نمشيو نشوفوا دابا 6. دابا غادي نشوفوا لابارتمون رقم 6. هي هذه. ها هو الصالون ديالها اللي لصر. هاد لابارتمون هذه كتطل قنيطريه اللي كتسميوها. ها هي كتطل على العماره 82. هي هذه. الصالون ديالها سمحوا لينا عاوتاني الا كان شي تصوير ماشي هو هذاك. وهنايا الكوزينه ديالها هي هذه. ها هما البلاكارات الفوق وكاين البلاكارات لتحت بطبيعه الحال بالبيوندغي ديالها حتى هي. ها هي هي البيوندغي ديالها. وكاين هاد الدخله هادي حدا الباب تبارك الله راه واسعه. راه تقدر ديروا فيها الصاله مونجي. ولا هنايا حاشاكم التواليت. هنايا لا دوش طبيعه الحال. وثلاثة ديال لي شومبر كما العاده. ها هما ثلاثة ديال لي شومبر. ها هي لا شومبر هادي فيها التراس. هي هادي بالباب ديالها ديال الحديد حتى هو. ها هو شتو فيها الباب ديال الحديد ديالها كيتسد مزيانه وطويل تبارك الله. هاد التراس هذا شتو. هادي هي هاد لابارتمون. هادي كطل على العمارات 82 81 80. هاد الشارع هذا حتى هي كطل على الشطر الخامس. وصافي هادشي اللي كاين. المهم هادو هما لي شومبر ديال هاد لابارتمون هادي. وفيها البالكون حتى هي. ها هو البالكون ديالها تبارك الله كبير حتى هو. يعني داكشي ملي كتشوفوه في البلان تيبان لكم صغير ولكن ملي كتشوفوه في الواقع تيبان عاوتاني حاجه اخرى. شتو ايوا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد. زوينه والله العظيم. لا زوينه هاد البلاصه هادي. شتو فيها الشارجون البالكون البلاكار زوينه. دابا غادي نشوفو 6. سبعة. سبعة اه باردون. ملي كنطلعو من ليطاج على اليمين كنبداو الحساب. هادي 5 هادي 6 هادوك هادي غتكون 7. ها هي لابارتمون 7 تبارك الله. ها هي كندخلو على هاد لوهول. هذا فيها حتى هي لي شومبر. ثلاثة ديال لي شومبر هما هادو التواليت ثم الدوش. الدوش كيجي دائما حدا لي شومبر. على اليمين كاين الصالون طبيعة الحال. الصالون دائما حدا في لونطخي يعني تيكون الصالون. والكوزينه هو هذا بالبيوندغي ديالها. ها هي الكوزينه راه فيها البيوندغي ديالها حتى هي. شتو كيما العاده يعني لي شومبر. ثلاثه ديال لي شومبر هما هادو. هادي فيها تيراس كيخرجوا للتيراس. شتو
زوينه مفوجه والله العظيم. تحس براسك شكل ملي كتخرج ملي كتكون في لابارتمون كتخرج. وهادو هما لي شومبر لي كاينين في هاد لابارتمون هادي. سمحوا لي كنهضر شويه شويه كنحس براسي شي شويه عيانه داكشي علاش كنحس براسي كنهضر بشويه والله العظيم. ايوا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لابارتمون هادي. تبارك الله هاد لا شومبر كبيره. دابا غادي نشوفو 8 اخر ابارتمون في هاد الطبق هذا. هيا الشقه رقم 8 تبارك الله كبيره ما شاء الله. هي هادي ها الصالون ها الكوزينه. شوفوا الكوزينه ديالها تبارك الله زوينه لاكارات. وهادو لي شومبر هما هادو التلاته ديال لي شومبر بطبيعة الحال. هادي بالتراس ديالها هادي تقريبا بحال الفراغ لي مشينا لي شفناه يعني بحال خمسه بحال لابارتمون 5 غير كتكون غير السيميتري ديالها وصافي. ها هما لي شومبر. هنايا لا شومبر الاخرى هادي فيها البالكون. وهنايا البلاكار. ايوا هادشي اللي كاين. وهذا الدوش ديالها. وهنايا تواليت. هذا هو هادي هي لابارتمون. دابا غادي نطلعوا للدوزيام ايطاج. دوزيام ايطاج باش نشوفوا 9 10 11 12. وكنتواجدوا في الطابق الثاني ديال العماره 76 باش نشوفوا لابارتمون 9 10 11 و12. هذه الشقه رقم 9 هنايا كاين الصالون ديالها. كندخلوا مباشره على الصالون هو هذا. هنايا الكوزينه راه كاينه الكوزينه بالبلون بيوندري ديالها. هي تبارك الله شفتوا. ولكن هادو واخا تشوفوهم هكا راه مازال ما وصلوهمش في النيتواياج. راه مازال ما نظفوهمش الصراحه. ولكن قلت ليه ماشي مشكل نشوفوهم واحد يعني ياخذ فكره على لابارتمون ديالو صافي. باش عشان ما نقولش لكم لا باقي حتى السيمانه الجايه ولا هذا. حاولت يعني قلت ماشي مشكل نصورهم وصافي. هادي هادو لي شومبر ديال هاد لابارتمون. هادي ها هما يعني الدوزيام ايطاج ما كيكونش ما كيبقاش داك التيراس في لي شومبر شفتوا. هانتوما مثلا في الدوزيام ايطاج كانوا في البرومير ايطاج كانوا دوك لي تيراس. ولكن هنا ما كاينينش. كيكون البالكون كيكون البالكون والبيوندري في الكوزينه. ها هو البالكون ديال هاد هاد لابارتمون. وجا داير حيت قلت لكم شوكه شفتوا تبارك الله كبيرة كبيرة هاد البالكون هدا. إوا هادشي لي كاين بالنسبة لهاد لابارتمون. هادي هاهو البلاكار. هنايا البلاصة ديال البلاكار. وهنايا الدوش هاهو. وهنايا التواليت شتو صافي. غادي نشوفو دابا البارتمون رقم 10. هاهي لابارتمون 10. هاهي كندخلو على الصالون على اليسر. الصالون ثم الكوزينه. هي هادي الكوزينه ديالها. وهنايا الدخله هاديك الدخيله كتكون في الباب. هنايا التواليت حاشاكم. هنايا الدوش. وهنايا لي شومبر. لي شومبر هما هادو. هاد لا شومبر هادي فيها حتى هي داك التراس اللي كيكون داير بحال الجهه الاخرى بحال لابارتمون اللي شفنا قبيله. ها هي تبارك الله. شوفوا عاوتاني المنظر من هنايا. وهنايا شوفوا تبارك الله زوين. هادو اللي كيجيو هكا شوكات كيكون عندهم هاد لافونتاج هذا ديال هاد البالكون داير شفتوا. بالنسبه للعمارات الاخرى مثلا 76 دابا هذه 76 كاينه 77 78 هادو راه بحال داكشي اللي شفتوه هنايا هو اللي كاين تما. الفرق اللي كاين هو ان هاد العماره هادي حيت جات شوكه في هادوك لي بالكون دايرين والاخرين ما يكونش فيهم.
غنشوفو دابا 11، هي هادي 11 مازال ما حليتيهاش. ها هي لابارتمون رقم 11، الصالون على اليمين، ها هو الصالون ديالها. شتو هنايا الكوزينه بالبيونطري ديالها باللي بلاكار فوق. شتو انا كنحاول ما امكن غير كل واحد يشوف لابارتمون ديالو، يعني ما كنبغيش نقول لكم ديك القضيه ديال هذه كتشبه هذه ولا هذه كت اولا مثلا دوزيام ايطاج بحال ديك عليه حتى ما كرهتيش ما كرهتيش نقول لهم هذه كتشبه هذه باش تسهل عليك. والله العظيم حتى كنحاول زعما كل واحد يشوف لابارتمون ديالو. هادو لي شومبر، هما هادو ثلاثه ديال لي شومبر كيف العاده، يعني كنحاول ما امكن كما قلت لكم يعني كل واحد يشوف لابارتمون ديالو، يعني يقول هادي ديالي ماشي كتشبه الاخرى ولا ايوا. هادشي اللي كاين هذا البالكون ها هو. اما هي بصراحه الا جيتي تشوف راه بحال مثلا هاد العماره راه بحال الاخرى اللي انفاس معنا بحال هذيك اللي حداها، ولكن تنحاول ما امكن كل واحد يشوف لابارتمون ديالو. وصبروا علينا وقبلوا علينا على التصوير على الزربه على بزاف ديال الحوايج وصافي. ها نتوما طواليت وصافي، هذه هي لابارتمون 10. دابا غنشوفوا 12. وهنايا كنتواجدوا في الشقه رقم 12 في دوزيام ايطاج ديال العماره 76، هي هذه الصالون ديالها. كندخلو مباشره على الصالون، كتلقاو هاد لوهول هذا اللي تبارك الله كبير، كيجي اونفاس مع الكوزينه والصالون تبارك الله ما شاء الله راه كبير هاد لوهول هذا. كاينه الكوزينه هي هادي، راه فيها البيوندغي ديالها بلي بلاكار الفوق والتحت. المهم واخا ما ندخلش ولا ما نشوفوهمش راه باينين. هنايا لي شومبر، ثلاثه ديال لي شومبر هما هادو، ها هما. ها هي الشومبر الاولى مثلا، حيت المهم ثلاثه ديال لي شومبر هما هادو. ها هي البالكون ديالها، هاد البلاصه هادي اللي كيكون فيها البلاكار هو هذا، وطبيعه الحال الدوش هو هذا، وهنايا تواليت حاشاكم وصافي. هادشي اللي كاين. المهم هذا هادو هما لي زابارتمون ديال دوزيام ايطاج ديال العماره 76. دابا غنشوفوا ان شاء الله غادي ان شاء الله نشوفوا دابا لي زابارتمون ديال التروازيام ايطاج، يعني 12 13 15 16 هما اللي بقاو لنا. وكنتواجدوا حاليا في دغنيغ ايطاج ولا في التروازيام ايطاج ديال العماره 76 باش ان شاء الله نشوفوا البارطمان اللي باقيين، يعني بقى فقط 13 14 15 و16. هنايا البارطمان 13 هي هذه، فيها هذا الصالون اللي كنطلعوا كنفرنيشن مباشره على الصالون، هو هذا تبارك الله مشمش كبير كبير ما شاء الله. وهنايا المراح هو هذا تبارك الله حتى هو كبير، اللي جا اونفاس مع الكوزينه. وهذه هي الكوزينه، ها هما بلاكارات بكلشي ديالها. هنايا البيوندغي شتو، هادي هي البيوندغي ديالها. وهنايا لي شومبر بطبيعة الحال دائما ثلاثة ديال لي شومبر في كل ابارتمون. ها هي هنايا الشومبر الأولى مثلا، نعتبروها الأولى، هادي الثانية وهادي الثالثة. وهادو حتى هما فيهم داك التيراس، هو هدا التيراس. هاهو التيراس ديالها، وحنا كنتواجدو في دغنيغ ايطاج. سبحان الله العظيم كتبدل الشوفة، الشوفة والمنظر من البخوميي من الدوزيام من التروازيام سبحان الله كيتبدل، يعني كل طبق عنده افونتاج الصراحه على طبق. ايوا هذه هي مسخاتش كاع والله الا بغا نشوف. شوفوا المنظر هنايا كي داير، شنو كيبان بقنادل الشطر الخامس شتو، ولكن الحراره
الحراره سي علي. صافي هادشي اللي كاين. المهم هادي هي الشرب اللي قلنا هنايا في لاكاس ديالها. ها هو الدوش، هو هذا هو الدوش. هنايا التواليت. دابا غادي نمشيو نشوفو 14 بارطما رقم 14. هي هادي، ها هي هاديك الدخيله، هادي كيسولو عليها الناس واش كبيره واش هادي. راه تبارك الله. هذا الصالون ديالها، ها هو الصالون. هنايا الكوزينه، هادو، وهنايا لي شومبر. ها هما راه مضويين زعما صراحه، ما فيهم حتى شي حاجه ديال العيب. الناس مثلا كيتخوفوا من لابارتمون القنيطريين. ها هما تبارك الله. ايوا هادشي اللي كاين. وحتى هي فيها تعص. شوفوا حتى الاجواء هنايا كي دايره. شتو ايوا هادي هي لابارتمون 14. طبعا في حال الدوش راه بحال بحال، وهنايا التواليت. صافي دابا غنمشيو نشوفو 15. قالت لينا 15 و 16. هذه هي لابارتمون 15. كندخلو على الصالون على اليمين. ها هو هنايا الكوزينه، الغرفة ديالها، ثم لي شومبر. ها هو ها هو لي شومبر. دابا غادي نشوفو 16 اخر ابارتمون. هي هادي الصالون، ها هو كاين المراح، داك المراح الكبير اونفاس مع الكوزينه. ها هي لا كوزين ديالها، شتو. و لي شومبر طبعا الحال، التواليت على اليمين. ملي كنقول التواليت والدوش راه راكم دابا عارفين كي دايرين لي دوش لي طواليت ديال لي زابارتمون. وهادي البالكون ديال هاد الشومبر تبارك الله كبير. الله يلا تبارك الله ما شاء الله كبير صراحه. شوفوا كبير. وهادي هي لابارتمون 16. هادشي اللي فيها، ها هي الشامبو ديالها. صافي هادشي اللي كاين. السلام عليكم. اذا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى تكون جوله ممتعه. سمحوا لي صراحه اليوم كنت شي شويه عيانه، يعني باينه من الهضره ديالي ما كنتش كنهضر مزيان، وكان نيت الصهد صراحه اليوم كاين شويه ديال الصهد. وان شاء الله جديد ان شاء الله في الفيديوهات الجديده ان شاء الله.